فأنصح لكم وأنذركم وأفتح صفحة الحسين عليه السلام بابا لنصحي، عسى أن يكون فيكم عاقل يثوب إلى رشده وينقذ نفسه من التردي في هاوية الجحيم. الحسين عليه السلام فداء عرش الله سبحانه وتعالى، ولم يكن الدين الإلهي يستقيم ويتمخض عن دولة العدل الإلهي في آخر الزمان لولا دماء الحسين عليه السلام. لقد بين الإمام الحسين عليه السلام أن الدين الإلهي لا يستقيم إلا بدمه المقدس، فلولا دماء الحسين التي سالت على أرض كربلاء لذهبت جهود الأنبياء والمرسلين وجهود محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وفاطمة والحسن عليهم السلام سدى، ولما استطاع الأئمة من ولد الحسين عليه السلام ترسيخ قواعد الدين الإلهي والولاية الإلهية وحاكمية الله سبحانه وتعالى. وكل من يحاول جعل الحسين عليه السلام مجرد إمام قتل ليبكي عليه الناس فهو شريك في دم الحسين عليه السلام، وهو ممن يحاول قتل الحسين عليه السلام في هذا الزمان. لقد واجه الحسين في كربلاء الشيطان لعنه الله بكل رموزه الخبيثة، واجه الحسين عليه السلام الحكام الذين تسلطوا على الأمة الإسلامية ونقضوا حاكمية الله سبحانه وتعالى، وواجه الحسين عليه السلام العلماء غير العاملين شريح القاضي وشبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن وأمثالهم، وكانوا أخطر حلقات المواجهة لأنهم تسربلوا بلباس الدين وأوهموا الناس أنهم سلوا على الحسين عليه السلام سيف محمد صلى الله عليه وآله ظلما وزورا، وادعوا أنهم يمثلون الدين الإلهي كذبا وافتراء على الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر عنهم عليه السلام أنهم سلوا عليه سيفا له في أيمانهم، وواجه الحسين عليه السلام في كربلاء الدنيا وزخرفها ولم يطلقها وينضم إلى ركب الحسين عليه السلام وركب الأنبياء والمرسلين وركب الحقيقة والنور إلا القليل ممن وفى بعهد الله سبحانه وتعالى. وواجه الحسين عليه السلام في كربلاء الأنا، وكان فارس هذه المواجهة بعد الحسين عليه السلام، وخير من خاض في هيجائها هو العباس بن علي عليه السلام عندما ألقى الماء واغترف من القرآن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأي خصاصة كانت خصاصة العباس عليه السلام، وأي إيثار كان إيثاره، وهل كان إيثارا أم أنه أمر تضيق في وصفه الكلمات. واجه الحسين عليه السلام في كربلاء إبليس لعنه الله عدو بني آدم القديم الذي توعد أن يضلهم عن الصراط المستقيم ويرديهم في هاوية الجحيم، ولقد انتصر الحسين وأصحابه في هذه المواجهة.